طيب نروح للاستاذ ابراهيم عبد الله، عضو اللجنه التنفيذيه لنادي الزمالك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازيك كابتن سيف؟ ازيك يا ابراهيم بيه، ازي حضرتك؟ الله يخليك، ازي حضرتك؟ كله تمام وربنا يا رب يوفقكم دايما، اداء رائع الحقيقه. ربنا يخليك يا كابتن سيف. ربنا يخليك يا فندم. يعني ما يخص يا فندم البروتوكول الاخير مع الانتاج الحربي لفرع النادي والاستاد وتفاصيله. تمام. ده بصراحه مجهود من سياده اللواء عماد عبد العزيز بيتمتع بيه، يعني مصداقيه في القوات المسلحه، وهو ابن من ابناء القوات المسلحه. كده يخلص الموضوع دوت لمصلحه النادي، يعني ان احنا نبتدي في بناء الفرع الجديد في 6 اكتوبر واستاد الزمالك باذن الله، ويقوم بالتمويل شركه الانتاج الحربي للاستثمار والانشاءات. انا الحقيقه شفت الصور كانت قدامنا، وعدد كبير مسؤولي الزمالك وعدد كبير جدا يعني من المهندسين ومن المختصين في هذا الشان، مما يدل على ومن الانتاج الحربي برضو ايضا عدد كبير، مما يدل على يعني ضخامه المشروع. هو مشروع ضخم، وده نادي الزمالك عمل مؤسسي، فكان اللي موجودين مجلس الاداره والاستاذ طارق حشيش المستشار المالي للمجلس، وكان السيد معالي وزير الانتاج الحربي الدكتور محمد احمد مرسي، وسيد رئيس مجلس اداره الشركه سياده اللواء حسين سيرتي، و نواب معالي الوزير. ومضى البروتوكول المهندس اللواء سامي صبحي امين الصندوق والمفاوض بالتوقيع. الناس يا فندم يعني مهتميه تعرف تفاصيل المشروع، هل هو استاد ولا ملعب جوه نادي ولا فرع وفي ولا استاد حاجه مستقله بذاتها؟ لا، احنا هنبني النادي وهنبني استاد الزمالك باذن الله، ده البروتوكول على المساحه اللي موجوده في 6 اكتوبر، ودي حاجه لخدمه اعضاء الزمالك وجماهير الزمالك. العضو العام لاستاد الزمالك من حقه انه يطلع توسعات جديده ويكون ليه اكتر من مكان. فدي حاجه كويسه، وانا عارف بعض الناس بتعلق هل يجوز للجنه المؤقته وهي لجنه تسيير اعمال تمضي كوميتمنت طويله الاجل؟ فبقول لا، هو القرار الصادر ده قرار لمجلس اداره، اللجنه من حق عندها اختصاصات مجلس اداره بالكامل، فمن حقها ان هي تمضي مشروعات. وبعدين ده مشروع يعني زي ما بقول هو حلم لجماهير الزمالك ان هي يكون عندها استعداد استاد، وحق العضو العام لنادي الزمالك، خاصه ان احنا وصلنا حوالي 95,000 عضويه، لو متوسط 4 بنتكلم حوالي 400,000 نسمه بيزوروا نادي الزمالك، مش كلهم في وقت واحد طبعا، فمن حقهم ان يكون ليهم امتداد، وامتداد طبيعي في 6 اكتوبر. وكان عندنا المشروع ده من التسعينات، موجود من ايام الدكتور كمال درويش وسياده المستشار جلال ابراهيم، والارض كانت اتسحبت مننا، بعد الارض رجعت تاني في مكان اخر ودفع فلوسها، بس كان عليها بعض المشاكل واتحلت المشاكل برضو بجهود المجلس، وهنبتدي التنفيذ المرحله خلال 3 اسابيع باذن الله، هيكون كل الرسومات خلصت وبعتوها لنا شركه الانتاج الحربي للاستثمار والانشاءات، بعتوها لنا والموافقه عليها، وهنبتدي التنفيذ على طول باذن الله. يعني قبل ما اشكرك هاخدك في حته ثانيه، توقعات كواحد من جماهير النادي الاهلي، تتوقع فرجاني هيجدد ولا لا؟ فرجاني ساسي يعني جماهير نادي الزمالك، انا اسف. فرجاني ساسي لعيب في نادي الزمالك، هو لعيب محترف. وانا قلت قبل كده فرقه الزمالك فرقه تنتمي للكيان وتنتمي للنادي، تحب فرقه والاقصى ما عندها الجماهير بتحب لعيب مالك مرتبطه بيها. ودايما احنا بنقول احنا مش بنشجع الزمالك عشان يكسب بيكسب، احنا بنشجع الزمالك عشان يكسب، والزمالك هو اللي معاه توكيل السعاده للشعب المصري من زمان. وفرجاني ساسي لو هو تمرد في يوم ولا تغيب في يوم، وعلاقته بالجهاز الفني علاقه ممتازه، علاقته بالاداره علاقه ممتازه، واحنا ما نتدخلش باي حاجه ليها علاقه بفنيات. احنا حتى في التجديدات او اللعيبه قعدنا مع مستر باتشيكو، هو اللي قال هو مين اللي ممكن يخرج اعاره زي محمد هناج،
هو اللي قال مين يطلع زي عمر السعيد، زي كريم بامبو، زي مصطفى فتحي، دي كلها كانت طلباته. وهو اللي قال برضو عايز يتعاقد مع مين. ومن ضمن اللعيبه طبعا الاساسيين في الفريق فرجاني ساسي، يعني عمره ما تمرد وعمره يعني 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 حضرتك تتوقع. وعلى فكره كل الارقام كل الارقام اللي اتقالت ومبالغ فيها زي ما حضرتك قلت دي بعيده تماما عن الصحه. الراجل اللي اتشرف على النادي حاجه، يعني في بعض الوكلاء بيروجوا كلام، بعض المواقع بتروج كلام هو لم يصدر من اللاعب نفسه ولم يصدر من مجلس الاداره. وقدرنا في نادي الزمالك احنا ما بنعيش مظلمه، نادي الزمالك قوي، قوي بناسه وقوي بلعبته مهيره، وعمرنا ما عشنا مظلمه. لكن قدرنا الحقيقي فعلا ان احنا في شويه ضغوط اعلاميه ما اعرفش، وهسميها جيران صديقه زي ما قلتها لما كنت مع حضرتك قبل كده، هدفها ما اعرفش قلق تسبب قلق لجماهير الزمالك. لكن جماهير الزمالك واثقه في فرقتها، واثقه في لاعبتها، واثقه في جهازها الفني، واثقه في ناديها اللي احنا بننتمي ليه وبنحبه واللي هو اهم. يعني توقعات حضرتك ان فرجاني هيجدد ومستمر مع الزمالك؟ مش توقعات. انا ما بقولش حضرتك مش توقعات، انا بقول لحضرتك كل ما اثير حوالين فرجاني ساسي عاري تماما من الصحه. فرجاني ملتزم حتى لما حضرتك في طلع من مجلس اداره الزمالك او الجهاز الفني اي عقوبه على فرجاني. فرجاني لما سافر كان مسافر باذن. لا لا، وراجل وراجل ملتزم طبعا، ونتمنى وراجل ملتزم طبعا، ونتمنى نشوفه ان شاء الله في الزمالك، ونتمنى ان شاء الله باذن الله زي بقيه الفرقه كلها. وطبعا في دور مهم الكابتن شيكابالا كابتن الفريق طبعا، لامن فرقته كابتن عبد الحليم علي مدير الكوره، لامن فرقته كابتن اشرف قاسم مشرف العام، لامن الفرقه وبينسق مع مجلس اداره ومع مستر باتشيكو، وفي ود ومحبه رهيبه ما بين الناس. وعشان ده نتائج وفي عدد الاهداف اللي بتسجل الحمد لله يعني. صح. وان شاء الله ربنا يفتحها ولعيب ده الجماهير ببطولات، لانك نادي بطولات طبعا. احنا يا كابتن سيف علمنا في نادي المركز الثاني بالنسبه لنا ده الاخير، ربنا على النادي على كده. ومش هنفرط في حاجه، مش احنا اللعيبه مش عايزه تفرط وعايزه تسعد جماهيرها بشكل قوي ان شاء الله باذن الله. يفضل جمهور النادي الاهلي مبسوط، واتمنى لحضراتكم كل التوفيق ولحضرتك نادي الزمالك. انا اسف. ابراهيم بيبقى حضرتك معايا ولا التليفون بيقطع؟ انا معاك. انا معاك. انا استخدت بالي من حاجه، السيجنال عند حضرتك في البيت على طول بتقطع. انا والله كده كويس يعني. ايوه، لان انا لا يعني بلاحظ دايما المكالمات تبتدي وبعد كده تبتدي بقى تروح المكالمه وتيجي. بتشرف بوجود حضرتك دايما، وبالتوفيق لجمهور نادي الزمالك، بالتوفيق لحضرتك، بالتوفيق لعيبه نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله دايما تفضل لعيبه نادي الزمالك تسعد جمهورها. طيب، شكرا شكرا استاذ ابراهيم. يعني انا عارف ان الخط صعب، ولكن يعني كان مهم جدا نعرف معلومات عن المشروع الجديد.